السلام عليكم البنات، يا ليك يا عمين، بس ليكم صحة مزيانة. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. ما تنساوش دائما دعموني بأبوني وجيم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله اللي غنشاركو معكم، صراحة بقى لي في التليفون يعني من رمضان، صور في رمضان وما نزلتش اليوم، ما قلت غنشاركو معكم اللي كنتمنى يعني وصفتين اليوم يلقاو الاعجاب ديالكم النار ديالكم. وهما وصفتين يعني ماشي غير في رمضان، كصوبهم تا خارج رمضان، وصفتين بسيطتين وفي متناول الجميع، وكل واحد كيصوبها بطريقة ديالو الخاصة وأنا صوبتها بطريقتي الخاصة. كما كنتمنى دائما أن يكون ضيفة خفيفة على قلوب المشاهدين والمشاهدة، الضيفة مرحب بها داخل جميع المنازل. وشكرا مرة أخرى لجميع المتابعين والمتابعات ديالي اللي كيقولوا لي الفيديو ديالي وكيشاهدوني، بطبيعة الحال كيشجعونا. كنتمنى التشجيع يكون جماعي باش بهذه الطريقة نقدروا نوصلوا إلى جميع القلوب. وشكرا لكم مرة أخرى، وخليكم مع الفيديو. بسم الله نبدأ. السلام عليكم الإخوان والأخوات الصديقات والأحباب، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم وصفتين مختلفتين للفطور ديال رمضان بطبيعة الحال، كوصفة يعني بديلة عن الحريرة المسمومة ان شاء الله. هادشي كما كتشوفوها وكما كتشوفو الطريقة ديال الصور ديالهم ان شاء الله معايا في الفيديو اللي كنتمنى تعجبكم والرضا ديالكم بطبيعة الحال، لان رضاكم يهمنا. الوصفة الثانية كما شوفوا معايا واحد الماكلة اللي كتجي في الفران خفيفة ظريفة سريعة، ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت بالنسبة للموظفين والموظفات، يعني سهلة ما تاخدكم شي وقت بزاف. حاولوا تجربوهم، انا كنتمنى انكم تجربوهم الى الرضا ديالكم. وطبيعة الحال دائما رضاكم يهمنا، وما تنساوش دائما دعمونا وتشجعونا، لان الترجيه ديالكم ان شاء الله ازيدوا قدام والخلاوه ديالنا بطبيعه الحال غيكبروا. هنخليكم مع الوصفه ديال اليوم وحاولوا تشاهدوا الفيديو الى اخره الى اللقاء. المهم انا نبدا معكم دابا اليوم، غنشارك معكم واحد المقيله على جوج وصفات خفافين وبساطين كيوجدوا غير من معكم المقيله. كما كتشوفوا معايا هنا عندي البصله، قطعت بصله واحده هنا مطيشه، وعندي هنا البطاطا على حساب الناس كتعجبهم. بالنسبه للمقينه صوبها ان شاء الله بالدجاج، كما كتشوفوا هنايا عندي الدجاج مقطعين شرائح، عامله لهم شي حاجه ديال الملح، عندي عصر عليهم شي حاجه ديال الحامض، عندي معاهم العطريه، عندي هنا سكنجبير زنجبيل، عندي الكركم الخرقوم الابزار الفلفل الاسود القرفه وفابريكا التحميره، نزيد معاها شي حاجه ديال الفلفله خضراء، وهنا الربيع قزبر ومعدنوس. بالنسبه للملح انا عاملها هنا، نزيد معاها شي حاجه الزيت باش خلطو. يعني ضروري يعني الدجاج طبعا نخليها كتشرب شي حاجه هاد العطريه، ومن بعد نسيتها في المقله وندخلها ان شاء الله نفرن. الوصفه الثانيه، بالنسبه للوصفه الثانيه غنعمل معكم ان شاء الله محمصه بالخضره. غنحتاج ضروري المحمصه، غنحتاج الزيت، غنحتاج هنايا شي حاجه ديال الجلبانه، غنحتاج ايضا العطريه القرفه خرقوم سكنجبير الزنجبيل والابزار فلفل اسود خرقوم هو الكركم. بالنسبه للخضروات اللي يعني من معها انا اكتفي فقط بالبصله ومطيشه. كما كتشوفوا معايا هنايا انا طحنت هنا بصله، حبه ديال بصله وحده، جوج حبات ديال المطيشه، وعنضيف لها مثل شي حاجه ديال الملح، عنضيف لها هاد الجبانه، عنضيف لها ايضا هاد شي حاجه ديال الزيت، وعنزيدها الدجاج. نقطعو انا قطع صغيره، نشوفو معايا نقطعو، وغنزيد معاها ايضا الدجاج مقطع كيما كتشوفو طرفين صغار. العطريه انا يعني كلشي في مره واحده، غنزيد معاها ايضا واحد المعلقه ديال مطيشه صوص طوماط. كتشوفو يعني هي المقيمه هما يعني الخضير هادي، حتى تتقلى ونرجع معكم ان شاء الله.
المهم بعد ما شربت هذا نجي شويه ديال العطريه تسيبوهم هنايا في المقله. شوفوا كنسيبوهم من بعد دخلوهم الفرن نجي هاد الفلفله هادي نعمل لها شي حاجه ديال الزيت كتشوفوا الجميله ديالنا ها هي قلبت لنا ودابا نزيدوها الماء اللي هو ضروري خلي دابا هذا الماء حتى يطيبوا مزيان وعاد كنزيد عليها الحمصه باش ما تعجنش. انا العموم كما كتشوفوا معايا بعد ما غلات المرقه يعني بعد ما طابت المرقه وطابت شي حاجه داك الدجاج والجبانه ناخذ هذا نشد هذا المحمصه بعد ما نقيتها وغسلتها وزيدت معها اكنور وغنضيفها الجميله. بالنسبه نسيت راه زدت شي حاجه ديال الثومه واحد السن ديال الثومه ان الثومه حتى هي يعني مهمه كتعطي المذاق. وبالنسبه للخضروات الا بغيتي تزيد معها مثلا القرع اولا الكوسه اللي كيقولوا الكوسه بغيتي تزيد معها الجزر او لا خيزو او لا شي هذاك واحد كيفاش كيسميها كيبقى داك الشيء اختياري. انا عملتها بالطريقه هذه على حسب الميزه ديالي هكا كتعجبهم. ودابا غنشد عليها ونخليها حتى توجد ما كتعطاش بزاف دغيا كتوجد ونرجع معكم ان شاء الله. المهم دابا طابت لنا الحمصه ديالنا غنغطيها كما كتشوفوا هي هذه الحمصه ديالنا باش ما طابت. انا المهم خليتها خفيفه هيا شوفوا هي كتجي رائعه. انا عملت الفريق ديال الصيام ولكن كنعملها للعشاء مره مره وليداتي كتعجبها كتجي مزيونه. ويا بنت انا كبديل من الحريره كما كتشوفوا معايا هي هادي كما كتشوفوها دجاج حمصه جبانه وباقي الخضيره الاخرى البصله ومطيشه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. كلشي كيعرف الحمصه كلشي كيعرف صوابها كاين اللي كيصوب بالخضره وكاين اللي كيصوب بالحليب. انا اليوم فكرت نعمل هيدا بالخضره احسن وانا اصلا كيعجبني الحاجه ديال الخضره على الحليب. المهم هي هذه الحمصه ديالنا ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما يوجد لنا الدجاج. على العموم هذه هي المقيله ديالنا بعد ما وجدت كما كتشوفوها واجده دابا بحال كيفاش كتجي كتجي محمره مزيانه بحال بشويه في الفاخر الخضيره ديال البطاطا والبصيله ومطيشه وشويه ديال الفلفله. تذوقوها مثلا تذوقها بالحامض او شي حاجه وتزيد معها الحار وتزيد مع الكمون داكشي كيبقى اختياري واذواق. المهم هذه هي الطبق الثاني هو خفيف وجدوا بواحد الوقت يعني هو اللي هو قصير اللي كنتمنى يعجبكم. الى رضا ديالكم كالعاده ما تنساوش دائما تدعمونا.